محمد بنت شيخ ما الوصفك وصول زفياناس الغالي وانت شيروس الكفوف رحبي باللي شرف مرحبا الف قلوب من بعيد ومن قريب ويا هلا بغلى الضيوف قبل النجم كفك يا كريم الخصال بركة الكون فرحك يا العزيز الجليل وبانس انفرج بكل هم وزال وبانس اكتمل بكل ما هو جميل العقل والمهابة وبالبهاء والدلال خلق سبحان ربه خلق ما له مثيل أقرب الخالق طبعا من كمال الكمال وابعد الخالق درب عن معيب وهزيل يا كريم الخصال يا العزيز وبانس انفرج بكل هم وزال وبانس اكتمل بكل ما هو جميل ريح الورود وفاح طيب الزهور في ليلتك يا ناس شامخ باحترام ومحمد هالليلة تحييكم يا الحضور الحب بين الضيوف صاغي سلام هذا فهاد المكارم يا حفيد المحال يا الوفي وفعلك مثل بدر بليل أوضح من الحقايق أغرب من الخيال مثبت للخلايق ما يبيله مثيل مذهل الفعل جودك في نفوس الرجال وانت يا ناس أصلك في المكارم دليل كيف تخفي منك ما عطت عن شمال وانت ما بك شمال يا لبين نبيل أم محمد بنت شيخ ما الوصفك وصوب زفيانا الغالي وانت شيروس الكفوف رحبي باللي شرف مرحبا الف قلوب من بعيد ومن قريب ويا هلا بغلى الضيوف محمد هذا مقامك كيف بلقى مجال وانتي مالك شبيه الا ولالك بديل كيف بوصف شعوري كيف بلقى مجال وانتي فضلك ملكني على عمرك طويل هبة تنسام السعد والفرح جال حضور وابتسم وجه الليالي بعد حل الوعد ابتدى ليل الفرح وابتدى ليل السرور يا عسى كل الليالي تبشر بالسعاد يا مرحبا بالجازع كل طيب يزود والف هلا بالحضور ويا هلا بالكرام والعذر لو في ترحيبي حصل من قصور في ليلة الحب والاشراك شوق وهيام يا كريم الخصال يا العزيز وبانس انفرج بكل هم وزال وبانس اكتمل بكل ما هو